إذا عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب، قناة شوف تي في، وكيف كتابعوا معنا في هذه الأثناء وصول سيارة ديال الإسعاف من أجل نقل الشاب اللي صدماتو سيارة ديال الأجرة، ها هي، واللي دخلوا إجا الأمن على عجل من أجل إزالته من الشارع العام من الطريق، غيتما وصلوا الناس ديال الإسعاف أو ديال الوقاية المدنية اللي غادي يقوموا بالنقل ديالو إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية. الحادثة وقعت ما بين دراجة نارية كان على متنها واحد الشاب وسيارة ديال الأجرة من الصنف الثاني. الإصابات ديال الشاب حقيقة نقدر نقولوا بأنها ماشي خطيرة، لأن كان واقف على رجليه وحيدوه من الشانطي وجلسوه في واحد الكرسي، غيتما وصلت سيارة ديال الإسعاف اللي غادي تنقلو إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. إذا مرة أخرى مزيدا من الحذر، مزيدا من التأني، مزيدا من عدم التهور أثناء السياق، الله يشافيه. نتمنوا الإصابات ديالو ما تكونش إصابات خطيرة. وبالنسبة للسائق ديال سيارة الأجرة خصو يتوخى الحذر، يمشي بشوية، دائما 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 صاحب السيارة كيتسمى هو اللي هو المخالف، هو الفتيف. لافوت اكيد غادي يكون ديال سائق سياره الاجره، لانه هو اللي خارج من بلاصه فيها قيف اصلا، ها هي هنا فين كان من خارج من هنا، وهنا كاين قيف، وصاحب السياره ديال صاحب الدراجه الناريه كان جاي في شارع كبير، يعني عنده الحق يدوز. اذا ربما، وهذا ماشي ربما، هذا باين بان اللي خارج من علامه قيف ومحترم مش قيف حتى داز صاحب الدراجه الناريه، غادي يكون هو الفوتيف، هو اللي منه لافوت. وفي هذه الأثناء كيف كتشوفوا غادي يتم نقل صاحب الدراجة النارية إلى المستعجلات المركزية التابعة ربما لابن رشد أجل تلقي العلاجات الضرورية، الله يشافيه. شكرا لرجال الأمن على التدخل العاجل ديالكم، شكرا لكاع الناس المواطنين اللي شفنا أنهم عاونوا السيد غيتما يجيو البوليس ويجيو الوقاية المدنية واللي عطاو كرسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، مزيدا من الحذر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.